ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية: هذه لحظة حاسمة بالنسبة للصين وعلاقتها بالولايات المتحدة. إذا استمرت الصين في الوقوف إلى جانب بوتين، وإذا قدمت دعما عسكريا أو اقتصاديا أو دبلوماسيا لروسيا، فستواجه عقوبات على المدى القصير وعداوة أمريكية عميقة على المدى البعيد. دامير ماروسيك، كبير باحثين في المجلس الأطلسي في واشنطن: إذا أرسلت الصين أسلحة إلى روسيا، فإن حرب أوكرانيا ستصبح أول حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة والصين. والجدير بالذكر أن روسيا ستلعب حينها دورا ثانويا يتحول إلى مصيرها بشكل متزايد، وهو أن تكون بيدقا في يد الصين. آرون ديفيد ميلر، كبير باحثين في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: السعودية تدعو الرئيس الصيني إلى الرياض. محمد بن سلمان يرفض تلقي مكالمات بايدن ويرفض طلبات زيادة الإنتاج، ويتهرب من اتخاذ موقف واضح من أوكرانيا إرضاء لبوتين. كلها أمور لا تبدو جيدة لإدارة بايدن. يصبح الأمر أسوأ إذا ما نظرنا إلى كون إسرائيل والإمارات قامتا بالمثل. إيان بريمر، رئيس مجموعة أوروبا آسيا البحثية: إذا قدمت الصين مساعدات عسكرية لروسيا، فستكون تلك أم الحروب الباردة. إن فك الارتباط الذي سيحدث إثر ذلك سيقضي على العولمة ويحدث تغييرا جذريا في النظام العالمي. لا أظن أن ذلك سيحدث، لكن الخطر قائم. جورج فريدمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جيوبوليتيكال فيوتشرز: اجتمعت الولايات المتحدة والصين في لقاء دام 7 ساعات، لكن لم يتم الإفصاح سوى عن تفاصيل ضئيلة عن الاجتماع. الواضح أنه حان الوقت بالنسبة للصين لكي تبني علاقة جديدة مع الولايات المتحدة. لم تعد الصين ترى في روسيا ندا للولايات المتحدة، والاتفاق بين بكين وموسكو تراجعت أهميته الآن. ألكسندر غابويف، كبير باحثين في مركز كارنيجي في موسكو: إن طلب روسيا معدات عسكرية من الصين يبدو معقولا، ومع ذلك فإن الاتصال الأخير بين البلدين هو على الأرجح جزء من عملية مفاوضات جارية سبقت غزو بوتين لأوكرانيا، وليس طلب إعادة إمداد عسكري طارئ لهذه الحرب. أتوقع ألا تتعهد الصين بوقف التعاون العسكري مع روسيا، لأن هذا التعاون مفيد لبكين وقد يزداد حتى مع ضعف موسكو نتيجة هذه الحرب. لكن في الوقت الحالي من غير المرجح أن تسرع الصين إلى عقد صفقات تصدير جديدة مع روسيا.